طيب كابتن ايهاب، وعشان انت بدايه كلامك قلت المدرب المنتخب هو خلاص كابتن فتحي مبروك كان معانا في مداخله قبل دخول حضراتكم بيتكلم على المنتخب، على المدرب الوطني، الاعلام الرياضي بيتكلم على المدرب الوطني، الشارع والسوشيال ميديا بيتكلموا عن المدرب الوطني. الفكره دي مديانا احنا كلنا حماس للمدرب الوطني. كابتن فتحي لما جاوب قال اللي خدوا افريقيا مدربين وطنيين، الاتجاه لده هل نبدا نقارن، هل نبدا نبص عينينا ونقول مين مدرب وطني ونبدا نثقل برضو على المدربين او ان احنا نعمل مقارنات؟ هو بص، هي بعد كل زي ما قلت لك بعد كل افاق احنا بنتجه لكلمه المدرب الوطني، لكن ممكن لو انت كاتحاد كره بتفكر برضو في البديل الاجنبي لازم اجيب البديل الاجنبي مين، لازم اجيب بديل اجنبي عنده خبرات مع المنتخبات الافريقيه، عنده خبرات مع الكره الافريقيه ومتمارس في الكره الافريقيه. انت النهارده بتشوف دي صبر مع المنتخب الاوغندي قبل كده مع المنتخب الكونغولي، فعنده خبرات كبيره، كان جوه الكره الافريقيه اشتغل كتير جدا، فهو عنده الخبرات دي. فانت لما هتجيب لازم تجيب، حتى لو هتفكر في مدرب اجنبي لازم تفكر في مدرب عنده خبرات داخل الكره الافريقيه. مش هتجيب مدرب ما دخلش اي تجارب داخل الكره الافريقيه قبل كده، مش متمرس فيها بشكل كبير جدا. لكن المدرب الوطني احنا قلنا في مشكله، اتكلمنا في خلال الايام اللي فاتت ان في مشكله في الوقت الحالي في المدرب الوطني. في فترات سابقه كان المدرب الوطني في مستوى الفني العالي، لكن دلوقتي انا بشوف ان المدرب الوطني هو الحل ماشي، لكن لازم ثقه، لازم دعم كبير جدا. لكن الاسامي اللي هتطرح في الفتره دي هتبقى الامور عليها يعني حمل تقيل جدا، لازم هيبقى فيه كلام، هيبقى فيه لغط، هيبقى فيه ناس متقبله الاسم، في ناس مش متقبله الاسامي اللي موجوده. فلازم يبقى فيه دعم، لازم يبقى فيه ثقه، لازم يبقى فيه صبر من اتحاد الكره ومن الشارع الرياضي المصري، ويكون في خلف المدرب. الشارع ما بيصبرش، ما دي أزمة.